السلام عليكم. بس مباشر جديد. ما ماتش النهارده صراحة قوي جدا ما بين ليفربول وتشيلسي. ماتش هيبقى جامد أوي، متحمس صراحة. وأنت؟ متحمس جدا عشان محمد صلاح هينزل في المباراة وهنشوف الماتش ده هيبقى كام النهارده. أنا صراحة متحمس جدا إني أشوف الماتش، وهنشوف الماتش طبعا معاكم. ماتش يعني إن شاء الله أنا متوقع إن أنا إيه ده؟ وقطع أصلا ولا إيه؟ لا طب كده النت ضعيف؟ طب كده نشوف النت اللي عندنا؟ لا يا عم ما قطعش، استنى. لا انت مش من النت. ايه ده؟ طب معلش بس يا جماعه ثواني، باين في حاجه في اللايف، حاجه معلقه في اللايف دلوقتي، فهنشوفها على الاقل. هنشوفها. انس طب شوف يا انس في ايه. طب خلاص الراجل اقفل بس كده، خش على امسح البث خلاص بلا بس اتفرج على الماتش. ليه يا عم؟ ما الناس عايزه تشوفنا برضه. طب استنى، ايه ده؟ استنى في رساله جات لي. انت بتفتح كده كنفسي عامل عجاز. استنى افتح كده نفسي عامل عجاز. افتح القناه. ايه؟ القناة تتقفل؟ ما تكلمش أي حد، القناة تتقفل لسه طبيعي من أي حاجة، القناة تتقفل؟ قناتنا إي بي فيديو، كنا عاملين كام من كام يوم بس مباشر، والقناة تعرضت لخطر كانت ممكن تتقفل، القناة إي بي فيديو كانت ممكن تتقفل وإحنا مش عاملين قناة احتياطية، يعني لو القناة دي اتقفلت ما كانش يبقى عندنا قناة تانية على اليوتيوب، لكن الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نظبط الدنيا، وكلمت ناس كتير قوي. شكرا طبعا لاحمد سعد تيوب، شكرا لمحمد احمد، شكرا لكل واحد وقف جنبي وفهمني ايه اللي بيحصل في القناه، وانا ما كنتش فاهم صراحه فيها حاجات كتير قوي. والقصه ان احنا انا واخويا كنا جايين من الجيم، فقلنا نفتح بس مباشر على ماتش ليفربول، تمام؟ ففتحنا بس مباشر على ماتش ليفربول وفريق كده تاني، كان ساعتها ده الدوري الانجليزي ممتاز. ففتحنا اللايف وكل حاجه تمام، اللايف عدى العشر دقايق، فجأة بنلاقيه بيقول لنا اللايف محمي بحقوق صوتيه او حقوق طبع ونشر. فدخلنا القناه كانت ممكن تتقفل، ممكن ما كناش اصلا هنقدر ننزل فيديوهات لمده 3 شهور لحد، ولكن ده ادى الى حظر القناه من عمل بث مباشر لحد 2019. ممكن الناس القديمه طبعا تقول ليه وليه عملتوا كده، ده احنا البث المباشر كنتوا مثلا بتفرحونا نطلع نتكلم. واللي حمسنا ان احنا نكمل التفاعل الرهيب على اخر الفيديوهات، والناس اللي دخلت تكلمنا على الفيسبوك، والناس اللي في التعليقات، وفي ناس كتير دخلت، الناس كتير قوي داخله بتقول لنا كملوا واستمروا واستمروا واستمروا، مفيش حاجه اسمها توقف. ليه؟ قول لي بس ايه مشكلتك، طب ايه اللي حصل معاك، وكل واحد يديني معلومات حلوه يعني. وعامه ان شاء الله هتلاقوا كل البثات المباشره اللي هنعملها على فيسبوك، فتابعونا يا اما على ايميلي على الفيسبوك او على ايميل اخويا، وغالبا هيبقى على ايميلي، فتابعونا على الفيسبوك او على الانستجرام، هتلاقوا طبعا حساباتنا تحت في الديسكريبشن. واحنا عندنا جروب اسمه اي بي فيديو بالعربي، اي بي فيديو بالانجليزي، لو حابين يعني تشاركونا فيه. وعايزين لسه بنحاول نكبره مره على مره، وان شاء الله لو لقيت ناس هناك كتير هبقى اطلع لايفات هناك بدل اللايف اللي على اليوتيوب الثلاث شهور. بس كده من تحمسات الناس ومن تحمسات الكومنتات الحماسيه اللي بتخلي الواحد يكمل، فانا مكمل في سلسله عجائب وغرائب مع اي بي فيديو، مكملين في كل حاجه، وهتلاقوا الفيديوهات مفيش حاجه اسمها يأس. مفيش حاجه اسمها يأس، وان شاء الله مكملين. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتخش على القناه تشترك، وتتابع حساباتنا تحت في على الفيسبوك والانستجرام، هتلاقيها تحت في الوصف او الديسكربشن. خش شوف كل الفلوجات اللي على القناه، وشوف كل الفيديوهات ان شاء الله تعجبك. بس فبس كده كان معكم اي بي فيديو. سلام.